مشروعات متعددة تشهدها مدينة السادس من أكتوبر تحت إشراف جهاز المدينة، ما بين بنية أساسية ومشروعات للإسكان الاجتماعي إلى جانب رصف الطرق والكباري وغيرها من المشروعات. فهنا على طريق الواحات يجرى العمل من أجل توسعة الطريق من الجهتين اليمنى واليسرى للقضاء على أي اختناقات أو تكدسات مرورية قد تحدث عن طريق إنشاء ملفات على أعلى مستوى لرفع كفاءة الطريق. أما الإسكان الاجتماعي الذي يضم نحو 38 ألف وحدة سكنية لمحدود الدخل ويتضمن مولات تجارية وأسواق ووسائل نقل جيدة فضلا عن لاندسكيب وتوصيل المياه والكهرباء، ليصل حجم الاستثمارات في المشروع ما يزيد على 6 مليارات جنيه. ثم يأتي امتداد الطريق الدائري الأوسط الذي يصل طوله إلى 22 كيلومترا ويقع بداخل منطقة السادس من أكتوبر، ليربط بين طريق الواحات وطريق زويل بتكلفة بلغت نحو 38 مليون جنيه. أما المساحات الخضراء والممشى فقد أقام الجهاز أول أطول ممشى سياحي ومنتزه عام للمواطنين حول منطقة غرب سومد ومرورا بالمحور المركزي. أما كوبري ميدان جهينة الذي يمتد طوله نحو كيلومترا وبعرض 35 مترا للاتجاهين ينقل الحركة للمتجه من الطريق الصحراوي لطريق الواحات والعكس دون المرور في المنطقة المزدحمة بمحور السادس والعشرين من يوليو.